بالنسبة لتقييم الوضع الأمني بأقليم دير الزور بعد توقيع اتفاقيات مع شركة أمريكية بخصوص استثمار النفط وظهور اعترافات دولية بمناطق الإدارة الذاتية وقضية الإدارة الذاتية والاهتمام بمناطق الإدارة الذاتية سياسيا وإعلاميا، بدأت بعض الخلايا الإرهابية التابعة للميليشيات الإيرانية والنظام بالتنكر والعبور إلى بعض مناطق الأقليم، وكانت أهدافها زرع الفتنة بين أبناء المناطق في إقليم دير الزور، بالإضافة إلى ممارسات من بعض الخلايا الإرهابية الأخرى من اغتيالات وتفجيرات وتهديدات لوجهات وشيوخ العشائر والموظفين التابعين للإدارة الذاتية. ونحن كقوى الأمن الداخلي في إقليم دير الزور نستمر بالعمل لإفشال هذه المخططات في المنطقة، حيث قمنا بإحباط عدة محاولات من قبل هذه الخلايا وإلقاء القبض وملاحقة ومتابعة الجناه، ونقوم باستكمال تحقيقاتنا وعملنا حيث نقف يدا بيد مع أهلنا في دير الزور لإبقاء مناطقنا آمنة ومستقرة. أما بالنسبة للأحداث السابقة وبعد اغتيال شيوخ ووجهاء من المنطقة الوسطى من الأقليم، قامت الجهات المغرضة بتهويل حجم هذه الأحداث إعلاميا، بينما تستمر مؤسساتنا المدنية والعسكرية والثقافية بالعمل في هذه المناطق والمناطق الأخرى من الأقليم على أتم وجه، وأن أغلبية الموظفين والعسكريين التابعين للإدارة الذاتية في إقليم دير الزور هم أساسا من أبناء المنطقة، ولا نزال نتعاون مع شيوخ العشائر وأبناء المنطقة لصد تلك الفتن المغرضة.